المجال مجال أركان هو مجال جد مهم كيهم هذه المنطقة والمنطقة ديال الصويرة منطقة ديال سوس تقريبا أكثر من 830 ألف هكتار اللي هي مجال كتشتغل في العالم القروي. وسوس يعني من عنده جوج ديال الدعامات، إما الدعامة الأولى اللي هي ديال الفلاحة ديال الخضر والفواكه، والدعامة الثانية اللي هي كتهم الفلاحة التضامنية فهي الشجرة ديال الأركان بالخصوص، اللي كاين واحد النشاط قوي ديال النساء اللي كيشتغلوا اما في الكوبيراتيف، وكاين واحد النشاط قوي ديال يعني الجمعيات وديال الكوبيراتيف اللي هما كيشتغلوا باش ينظموا هاد الحرف ديالهم. والحمد لله انه اللي مطلوب من هاد الاجتماع اليوم وهاد المناظره اللي كاينه هي كبيره، انه يكون واحد النظره يعني شموليه للمستقبل، كيفاش يمكن لنا نعطيو واحد الديناميه جديده باش يكون الزرع ديال الشجر أكدان التكتيف داخل الغابة ديال الأركان، وكذلك الإمكانيات تكون مفتوحة للقطاع الخاص اللي غادي يغرس الزيتون يقدر يغرس زيت أركان في المناطق اللي هي يمكن تغرس فيها. فهذا كله نشاط علمي جد مهم، وخصنا ناخذوا بالاعتبار هذه الشجرة العتيقة اللي هي جد مهمة هنا في المنطقة، ونحافظوا عليها ونعطيوها الإمكانيات لإعادة تهيئة، لأن كتهم واحد السكينة اللي هي جد مهمة.